العمل قيمة الإنسان. الإنسان بدون عمل إن صار طويل وإن صار قصير ما له قيمة، إن صار أبيض أو أسود أو خضر، بدون عمل وبدون سمعة جيدة وطيبة ما له قيمة، ما يسوى شيء. يتعامل مع الناس باحترام، يتعامل مع الناس بتقدير، يعمل لنفسه ما هو يشوفه يعمل أخيه يعملها فيه طيب، وهو روحه بنفسه يرغب فيه، يطالع طريق أخيه كيف خطأ ووصل إلى هذا الشيء الطيب اللي يثنون عليه ربعه ويثني عليه أبويه. أعزائنا المشاهدين، طاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدنا أن نلتقي الليلة مع أحد الشخصيات اللامعة الذين تتجلى بصماتهم في كل مكان في برنامجكم لكم التقدير. نلقي الضوء على العديد من السمات الشخصية والعملية التي تجعلنا نقدر كل التقدير هذه الشخصية. وفي هذا البرنامج نتعرف على شخصيات أثرت وآثرت في مجال أعمالها ونجحت وشاركت في العديد من الإنجازات إلى أن تقلدت أعلى المناصب، وما زال الطموح مستمراً ولن يتوقف لديهم لدى الأبناء والأحفاد وإلى الأحفاد. واليوم نقدم من خلال هذا البرنامج كل التقدير إلى أحد الأشخاص الذين نرى بصماتهم واضحة جلية في كل مكان تراه العين، وبشهادات العديد من أهالي البلدة الجميلة التي ينتظرها مستقبل سياحي باهر بفضل التخطيط الجيد والتوجيهات السديدة من الحكومة الرشيدة. إننا نحاول معكم الاقتراب قليلا من ضيوفنا في هذا البرنامج والحديث عنه. إن الشخصية التي معنا الليلة أعزائنا المشاهدين هي شمس المزروعي، مسؤول مكتب وادي الحلو. بدأت شمس حياتها العملية بملاحظة قاعات مكتبة وادي الحلو العامة، إذ كانت مشرفة القاعات والفعاليات، إلى جانب عملها في البرامج الشهرية التي تعتمدها المكتبة لجمهور النساء والرجال والأطفال والمدارس. حقيقة شمسة بنت يعني لبقة وفاهمة، ودائما يعني بتعمل فعاليات للكبار والصغار، وفي نفس الوقت دائما على اتصال معنا، تتشاور ويانا، تطلبنا للمكتب، اتينا زيارات البيت ونتشاور وياها في مثل ما تقول الفعاليات كذا بعمل وكذا بعمل، تاخذ الاراء يعني من الكبار، وايضا دائما مستمرين وياها على تواصل يعني. وشاركت بتقديم عده برامج وطنيه تراثيه تعزز الانتماء للوطن والتمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية. ولم تنتهي شمسة من طموحها إلى أن تم اعتمادها كمسؤولة لقسم النشاط الثقافي في منطقة وادي الحلو، وبعدها تم اعتمادها كمديرة مكتب الثقافة بوادي الحلو. فأبرزت شمسة كل ما هو مفيد لكل المقبلين على المكتبة، وحثهم على الاهتمام بالثقافة وتقديم ما هو مفيد لدعم الجيل الجديد.
دائماً الأستاذة شمسة بتتعامل معنا بطريقة أخوية جداً حلوة كتير، بتعاملنا بشكل يعني طيب، يعني بتخلي الحافز يصير كتير كبير معنا. يوم نكون مسويين فعاليات تجي بتحكي معنا، طبعاً طول الوقت بتتواصل معنا وطول الوقت بتحاول تكون مشاركتنا بفعاليات كبيرة لفرعنا نادي سيدات الشرقة. دائماً متعاونة معنا بفعاليات الأطفال الصغار، بتحاول تعمل أشياء يعني أشياء مفيدة للأطفال، بتطور عندهم حب التراث، حب الوطن، حب التراب. دائماً 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 حتى يعني كلماتها مع الأطفال جداً حلوة. ولم تقتصر طموحها على الثقافة الأدبية، بل حبها للتراث لعب دوراً كبيراً بتعزيز الهوية الوطنية وحب التمسك بكل عادات الدولة الإماراتية، وأبرزها التراث الإماراتي. صراحة الأخت شمسة ما مقصرة معانا في كل شيء، شخص نشيطة ما شاء الله عليها في مجال الإعلام والثقافة. هي طبعا دائما في فعاليات اللي تحدث في المنطقة على طول تباشر بالاتصال، غير طبعا نشر البروشورات والمسجات للمواطنين والمنطقة أهالي المنطقة، عن تواصل وتبادر وتحث الجميع عن يعني تجب الدعوة للحضور في أي فعالية تحدث، فعاليات الماضية والفعاليات اللي بتحدث مستقبلا كانت تبلغ عنها قبلها فترة كافية. وهي ما شاء الله عليها جزاها الله خير يعني دائما متواصلة مع الجميع، يعني ما تخص حد بالذات، جميع الشباب والأهالي المنطقة اللي متواجدين هنا، وتحثهم على الحضور للفعاليات اللي تحدث في منطقة وادي الحلو. فهي ما شاء الله عليها نشيطة يعني حتى في مشاركات يعني خارج المنطقة، يكون في مشاركات دار الثقافة والإعلام فتسأل الحضور، يعني أنا حضرنا يعني عدة أماكن غير منطقة وادي الحلو في مناطق نائية زي مثلا النحوة وشيص وغير مناطق خربكان ومناطق كثيرة ودبا، وهي يعني تباشر بالحضور معهم، هي متحركة يعني ما شاء الله عليها جزاها الله خير. وهذا طبعا من أصالتها أن هي شمسة عبد الله محمد المزروعي، يعني ما مقصرة صراحة، من أهالي المنطقة وأدرى بالمنطقة، وهي طبعا ودها للمنطقة يكون فيه فعاليات كثيرة ودائما باستمرار. حقيقة يعني نشكرها على هذا الجهود، هي طلعت منطقة وادي الحلو في مستوى يعني دائما مثل ما تقول مستواها راقي، وفعالياتها ما تنقطع يعني كل شهر أو شهرين عندها فعالية، أو أوقات حتى في الأسبوع أسبوعين عندها فعالية دائما للكبار والصغار، ونشاطات يعني مختلفة جميع الأنشطة، في أشياء تراثية وفي أشياء مثل ما تقول للأولاد، يعني نشاطات مختلفة، يعني عدة نشاطات تقوم بها. على كثر السعادة اللي بتحطها بقلب الأطفال الصغار والكبار السن بعد، دائما بتحاول تسوي اشياء تراثيه مثل الحنه، مثل الاشياء الـ يعني الاشياء دائما بتحاول تسوي هاي الفعاليات، خصوصيا بتسويها مع الكبار ومع الصغار حتى تنمي عند الناس حب التراث، تجسد التراث القديم، تخليه يوصل للاطفال لهذا الجيل اللي نحن عايشين فيه. دائما دائما بتحاول دائما بكلماتها، حبها للوطن هو الشيء المميز عندها، حبه للوطن دائما كل يعني يوم انت بتشوفه اول ما تشوف انت تحس نفسك شايف الامارات كلها، انا هيك بشوفه.
طبعا فعاليات كثيره حصلت في وادي الحلو، اللي هي مال اخر فعاليه اللي حدثت من حق الليله، ليله نص من شعبان، سووا ما شاء الله كرنفال ودعوا الاطفال والاهالي كلهم من المنطقه، وكانت فعاليه جميله يعني انبسطوا منها الجميع، وهي ساعيه من وراها يعني. كذلك اخر فعاليه اللي حدثت عندنا احنا ايام وادي الحلو للشله الشعبيه، كانت الفكره من الاوبريت، من فكرته هي فكره شمسه لعوبها يعني، ويعني هي دائما مبادره بكل فعاليه اللي تسويها دار الثقافه هي تكون في المقدمه والمبادره، وهي كمسؤوله يعني في المنطقه يعني حكم منصبها كمسؤوله في المنطقه، ودائما بس هي من نفسها يعني انسانه يعني ما تقول مرحبانيه بشوشه، تحب الناس تحب الخير، دائما مبتسمه دائما تسعى الى الخير، ونحن نشكرها ونقول جزاها الله خير. ايضا من انجازات الاستاذه شمسه بتتصل فينا دائما وبنجتمع وياها وبتاخذ منا مثلا ارائنا في الاشياء التراثيه، نجلس وياها في هذا المكتب وتاخذ منا مثلا معلومات عن الاشياء التراثيه اللي عاشوها اجدادنا وبتوثقها في اشياء يعني اللي هي توثق عندها في الدفاتر او في الكمبيوتر او في دائما بتوثقها، تاخذ اشياء يعني كثيره عن الماضي وكيف عاشوا اجدادنا وكيف كان السكن مالنا وكيف يعني في شو نسكن وكيف كانت حالتنا وكيف تنقلنا وكيف يعني عده مثل ما تقول فعاليات هي تعملها، اول تاخذ ارائنا فيها وتشوف شو كان يعني عشان توثق هذه الاشياء التراثيه في الكتب عندنا. إنسانة متعاونة لطيفة متسامحة، أنا بعجز إني أحكي عنها لأنه ما أعرف يعني دائما ما منحس إنه هي مديرة، ما منحس إنه أبدا إنه هي مديرة، دائما أنا بحس رفيقتنا بتطمن علينا دائما، غير قصص الفعاليات وهي الاتصالات الكتابات اللي بتكتب لنا إياها دائما، وين أنتوا ليش دائما وين أنتوا ليش مختفين، أنا بدي أشوفكم تطمن يعني دائما، يعني بحس يعني ناس بعيدين عنا بشوفها بتسأل عنه. الأطفال الصغار اللي بحس إن ما بيدفع دائما هي بتجي بتحضنهم، بتضل شايلتهم ودائما كلمة مبدع ما بتنساها أبدا، غير الابتسامة هي دائما، أنا دائما يوم بشوف الأستاذة شمسة دائما بحس إنه فعلا لكل امرئ من اسمه نصيب، هي مثل الشمس اللي دائما بتبقى منورة دائما بأي مكان بتنوجد فيه، دائما بتشوفها موجودة بكل الفعاليات اللي بتحب اللي تشاركنا فيها أول ما تشاركنا فيها، دائما هي مبادرة بكل شيء، بالأعياد، بحفلات بأي حفلة، دائما هي المبدعة، ودائما هداياها حلوة وتراثية مثلها. الأخت شمسة طبعا دائما تسعى إلى الخير في كل مبادراتها ومناسباتها الاجتماعية. هي دائما يعني غير طبعا المسجات والمنشورات اللي يحطوها دار الثقافه والاعلام، روحها نفسها شخصيا تسعى للتواصل بالاتصال وتحث الناس على الحضور يعني للفعاليه، وتقول لهم هالفعاليه مسويه لحقكم وحق هالمنطقه، ونباكم تحضروا وتشاركونا وبكل شيء. انا صراحه ما مقصره، حصل معي انا دائما كل ما يحدث فعاليه تتصل معي وتقول لي يا ابو محمد نباك تحضر معنا في الفعاليه كذا، فاذا كنت انا موجود وفاضي احضر. طبعا اذا كنت مشغول وكذا بعتذر منها، بقول لها انا صراحه عندي مثلا شغل ولا عندي ارتباط ولا شيء ثاني، وهي ما مقصره يعني جزاها الله خير في كل حال، يعني تواصلها ما شاء الله التواصل الاجتماعي بشاشتها وجزاها الله خير.
كذلك من الأشياء اللي تقوم بها الأستاذة شمسة يعني في فعاليات لما تصير أيام العيد الوطني، أنا أشارك يعني دائما تتصل في العيد الوطني في أي فعالية، يعني باختصار في أي فعالية تتصل فيني أنا أشارك بقصائد، سواء في افتتاح العيد الوطني، أيام الشارقة التراثية، أيام افتتاح قريتنا التراثية، عدة مشاركات لي أشاركها يعني بقصائد شعرية، وحتى أنا أعتذر أحيانا لكن يتصر علي لازم أني أحضر حتى لو الفعالية ما تخصها، أنا أيضا تقول لي لازم تحضر وتشارك وياهم في أحضر المكتبة، أحضر النادي، أحضر أحيانا في حديقة القلعي، نحضر في البلدية، يعني دائما هي على تواصل ويا الجميع، ما إلا أنا بالذات على الجميع أتواصل لأجل أو لإبراز تراث المنطقة ولإبراز المنطقة يعني بوجه جيد بوجه جميل، وحقيقة هذا تحقق يعني منطقة وادي الحلو الآن يعني تحقق الكثير فيها، بينما كانت سابقا يعني ما الآن لها اسم ولها مثل ما تقول حقيقة في التاريخ، يعني برزت يعني في الثقافة، حين العرب كلها مثقفة، الشباب مثقفين والشياب أيضا كبار السن أيضا تثقفوا، وشيء هذا يرجع لجهود شمسة ومعاونيها يعني، فالحمد لله يعني مشاركتها دائما والتواصل ويانا احنا دائما ويا الجميع. الأخت شمسة عبد الله المزروعي من أهالي المنطقة، نتمنى لها طبعاً الرقي والتقدم، وأول شيء الصحة والعافية، وأنت يعني مثلاً تترقى في منصبها في وظائفها وأن تحصل الأجر والخير إن شاء الله، وجزاها الله خير، يعني نتمنى لها كل خير، ما يقول كل الخير يعني اللي بيحصل لها، ومشكورة ما تقصر الحمد لله. الله يحفظها وبتمنى لها كل الخير، وبتمنى لها كل السعادة على كثر السعادة اللي بتحطها بقلوب الناس كلها، الله يوفقها وتضل الشمس اللي منورة طول عمرها مثل اسمها شمسة المزروعي. وأخيرا وليس آخر كلامنا هذا، نتمنى للأخت شمسة التقدم والازدهار ومثل ما تقول مشاركة دائمة، ونتمنى لها كل التوفيق حقيقة من قلوبنا، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح في عملها.